سنوات قضاها في خدمة الوطن، واضعاً روحه على كفه فداءً للوطن، وعاش فيها مقاتلاً شجاعاً في الحد الجنوبي دفاعاً عن ثرى بلده. محمد المالكي أصيب عدة مرات وآثر العودة لأرض المعركة حتى أفقدته الإصابة الأخيرة جزءاً من سمعه ومنعته من الحركة لأشهر ليقضي فترة نقاهته داخل مزرعته التي كانت سبباً لعودته للمشي مرة أخرى. كنت أحد المشاركين في عاصفة الحزب، وهذه كانت أمنية والحمد لله تحققت. أنا كنت ضمن فريق القناصة أثناء عاصفة الحزم، كون فريق قناصة وكنا نواة التكوين والحمد لله. أصبت في الخطوط الأمامية إصابة سابقة والحمد لله شافيت منها ورجعت مرة ثانية للحد الجنوبي، ثم أصبت الإصابة الثانية اللي كانت الإصابة اللي بسببها تقاعدت. الإصابة كانت رماية مباشرة بثلاث طلقات في الكتف والرأس والحمد لله. بعدها حصل عندي فقد في السمع، شلل في جهة اليمين، فتور في الأعصاب، ارتجاج في المخ، ضعف في النظر، تقاعدت بسببها. طلعت المزرعة وأنا مقعد، جلست في المزرعة فترة 7 شهور. كان للمزرعة سبب رئيسي في شفاي الحمد لله، الطبيعة، الأكل الطيب، راحتي النفسية، أنا ارتحت راحة نفسية في المزرعة. من قناص يتربص بأعدائه إلى مرشد سياحي يرحب بزواره ليقدم لهم تجربة الهايكينج بعد حصوله على الرخصة المعتمدة من الاتحاد السعودي، ليصبح أبو جاسم من أشهر مرشدي السياحة بمنطقته. الهايكينج يعني لي الحياة البرية، التمتع بالطبيعة، التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق المخلوقات سبحانه وتعالى، راحة نفسية، تعود على التحمل، على إيجاد الحلول لأي مشكلة تواجهك في البر أو في المسير الخلوي اللي تواجهك. الهايكينج كان له دور في علاجك؟ نعم، لأني أنا مستمر على المشي دائم، يعني عندي برنامج يومي وبرنامج شهري، عندي جروبات أطلعهم دائماً، أحاول أني أمشي. أنا دائماً أني أحاول أني أضع برنامج بحيث أني أحافظ على مستوى لياقة، بحيث أني أنا لو تأخرت عن المشي أو الجلسة لفترة معينة ترجع لي الآلام وترجع لي مشاكل من أثار الإصابة بالذات في الجهل. كيف صرت مرشد هايكينج معتمد؟ صرت مرشد هايكينج معتمد، أول هايكينج قلت شاركت فيه أنا ما كان عندي رخصة، بس أنه كان شغف وقراية واطلاع. بعد كذا تعرفت على أخوان مرشدين دلوني على الطريقة، بحيث أنه في برامج تعملها وطريقة تتبعها بحيث أنك تحصل على رخصة الهايكينج. أولاً أنك تكون عندك ملم أو تأخذ دورة اسمها دورة إسعافات خلوية، هذه الدورة تمكنك من أنك لو تطلع جروب هايكينج في أي مكان، أي إصابة حتكون موجودة في الهايكينج أو في أفراد الهايكينج حيكون عندك حل. أحب الزراعة وقضى وقته بين تلك الحقول واهتم بحب المنتجات السعودية، ليصبح محمد من أصحاب المزارع العضوية بالسعودية. الموجود عندي الآن في المزرعة هذه بالنسبة للزراعات اللي هي البعلية والعثرية، عندي حنطة بنوعين، حنطة اللي هي النقرة وعندي حنطة اللي هو الهميس. بالنسبة للشتلات والأشجار، في عندي أشجار الرمان، أشجار العنب، أشجار الخوخ، أشجار المشمش، أشجار المانجا، الجوافة، البن. اختارتها المزرعة الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تكون أحد المزارع النموذجية في إكثار الشتلات، أجود أنواع الشتلات كالرمان واللوز البجلي والعنب والتين. وقعت عقد مع الوزارة بتأمين 25,000 شتلة تستلمها الوزارة وتوزعها للمزارعين الجدد في مبادرة اسمها إعادة تأهيل المدرجات وحصاد مياه الأمطار. رغم المعاناة التي مر بها، إلا أن تمسكه بالحياة واستمراره في العطاء جعلته يعمل في مجالات أخرى لم يتوقعها في يوم. طموحات وعزيمة وإصرار قادته إلى أن يصبح من حامل سلاح في خدمة الوطن إلى حامل رخصة الإرشاد السياحي في خدمة الوطن في ميدان آخر. من بني مالك بجنوب الطائف، نزار العلي، MBC.